نور عبد الإله وسارة، بالفعل نحن في هذا الملتقى، وكما تفضلت يعني عبد الإله بأن هذا الملتقى ملتقى مهم جدا باعتبار أهمية طب الطوارئ وتخصصاتها المختلفة. بلا شك، إيش أبرز الأمور اللي ممكن تطرح وإيش الجديد أيضا؟ نعم عبد الإله، طبعا هذا هو اليوم الثالث لهذا المؤتمر، وهو اليوم الأخير أيضا، وبالتأكيد يعني خلال اليومين الماضيين قدم الملتقى الكثير من الموضوعات المهمة التي تناقش المستجدات في طب الطوارئ وغيرها من التخصصات المختلفة الدقيقة. يعني هناك ورش عمل وندوات الآن هناك في هذه القاعة الخلفي مباشرة، هناك أيضا ندوة مهمة جدا تقام في هذا الوقت. سوف نتحدث أكثر عن هذا الملتقى وأهميته مع الدكتور جميل أبو العينين، وهو رئيس الجمعية السعودية لطب الطوارئ، ليحدثنا أكثر عن يعني هذا الملتقى ودوره الكبير في طب الطوارئ. دكتور جميل، أولا صباح الخير، وثانيا يعني حدثنا شوي عن الملتقى، ملتقى طب الطوارئ وأهميته. أول شيء صباح الخير وشكرا جزيلا لاستضافة الجمعية السعودية لطب الطوارئ. بسم الله الرحمن الرحيم. المؤتمر الدولي الخامس العلمي لطب الطوارئ، يا ما شاء الله على مدار 5 أيام، هذا اليوم الثالث صح كلامك، لكن كان في يسبقها يومين ورش عمل، تم إجراء 8 ورش عمل في تخصصات ومسارات مختلفة تخدم تخصصات مختلفة. وأهمية المؤتمر تكمن في مشاركته وتحديث الجمهور وجمهور طب الطوارئ والمهتمين بطب الطوارئ بمستجدات الطوارئ في تخصصات مختلفة، منها الإسعافات الأولية، الإنعاش القلبي، السميات، تعامل مع حالات الحرجة، الإصابات المرورية، التمريض، وما يخص الإسعاف الجوي والإسعاف الأرضي وغيرها من المسارات الكثيرة. يعني دكتور جميل، بالتأكيد طب الطوارئ مهم جدا، وربما أيضا جانب الحوادث يعني لا قدر الله اللي تصيب أيضا كثير من الأشخاص يتجه مباشرة إلى الطوارئ، هل فعلا تم تناول هذا الجانب في جلسات وأروقة المؤتمر؟ تم تناول هذا المسار في عدة أوجه. كان في مسار مخصص كامل له بعدة متحدثين دوليين ومحليين، وكان في برضو ما يحدث قبل وأثناء الإصابات من تدخل الخدمات الإسعافية الطارئة، وما يحدث بعد ذلك من ذهاب المريض للعناية المركزة أو للعمليات. فكان موجود معنا ناس من جمعية السعودية كمان للجراحة، وكان موجود معنا ناس من الخدمات الإسعافية عشان نأخذ الموضوع من جميع جوانبه قبل وأثناء وبعد. دكتور جميل، لو تحدثنا يعني هل فعلا نستطيع أن نقول بأن طب الطوارئ لدينا في المملكة أصبح يعني متقدم ومتطور؟ بلا شك، طب الطوارئ في المملكة العربية السعودية وصل لمرحلة يعني نحن ممكننا بكل فخر نقول أننا إحنا نقارن الدول الغربية وشمال أمريكا، يمكن أفضل من الدول الأوروبية كثير في تطور البرامج. عندنا برامج تدريبية على مناطق المملكة كلها، الخريج الطوارئ من البورد السعودي مستواهم على أكبر إمكانية، وإمكانياتهم بنشوفها ومخرجاته جدا جميلة، لكن العدد لسه نحتاج أنه يكبر. فالعدد مع الاحتياج اللي موجود في نقص شديد، لكن شغالين وبنزيد المقاعد وبيدعموا من كل الجهات. هذا يمكن يعني السؤال اللي كنت راح أسأله، لأنه كثير يعني من اللي يضطر أيضا للذهاب إلى الطوارئ لا يجد يعني المتخصصين في هذا المجال، هل هو فعلا ضعف في وجود الكادر المتخصص في طب الطوارئ؟ هو في نقص، لكنهم متواجدين في المستشفيات الكبرى، لكن في بعض المناطق بتعاني من الشيء هذا. فالحل لهذا الشيء انه وجود مخرجات من البرنامج السعودي لطب الطوارئ تلبي احتياجات سوق العمل، فهذا جاري العمل عليه في المجلس العلمي لطب الطوارئ بانه بيدرسوا كل برنامج. احنا نبغى مخرج جيد، ما نبغى بس نخرج اطباء طوارئ مو على كفاءه عاليه، فلازم اننا نتاكد انه المكان حيقدر يدربهم، لانه لازم عدد معين من المرضى، عدد معين من استشارين طب الطوارئ اللي يشرفوا على البرنامج. فاذا اكتملت المنظومه هذه يكون عندنا عدد كافي، لكن العدد بيتضاعف كل سنة وفي المناطق المملكة. دكتور جميل، يعني حدثنا الجمعية السعودية لطب الطوارئ، لو تعطينا شوي وش الجمعية، وش دورها أيضا في تفعيل هذا الجانب؟ الجمعية السعودية لطب الطوارئ ما شاء الله لها ما يقارب عن 15 سنة، مرت بكذا مجلس إدارة. دورها الدعم، ودورها تقديم منهج علمي، دورها تقديم استشارات، دورها إقامة مؤتمرات علمية زي كده نناقش مستجدات طب الطوارئ، نطلع بها بتوصيات. التوصيات هذه بترفع غالبا لوزارة الصحة، للمجلس الصحي السعودي، ومن هناك ينطلقوا. لكن احنا لسه جهة تنفيذية أكثر من أننا احنا جهة تخدم تطوير طب الطوارئ في البلد. الله يعطيك العافية دكتور جميل، والتوفيق إن شاء الله اليوم في آخر يوم لهذا الملتقى والمؤتمر، ليقدم الكثير أكيد من الأهداف المهمة.
الله يديكم العافيه. وما ينفع ما اشكر الناس اللي وقفوا معانا لانه يكون مؤتمر ناجح وشركائنا في هذا النجاح، جامعه الامام عبد الرحمن بن فيصل، وزاره الصحه، وكل الشركات اللي دعمت المؤتمر. وان شاء الله نشوفكم في ساسم 2021، وحيكون في الرياض في فبراير 2021 باذن الله. شكرا لك. شكرا جزيلا لك. إذن يعني هذه باختصار شديد عن الملتقى العالمي لطب الطوارئ، وبالتأكيد يعني أعتقد طب الطوارئ تخصص مهم جدا، وكما تفضلت عبد الإله والدكتور أيضا، ولكن هناك نقص، يعني الكثير يتوجه يمكن إلى الطوارئ حينما يحتاج إلى الطوارئ ويبحث عن متخصص يعني في التخصصات المختلفة، لأنه طب الطوارئ فضاء واسع جدا، ولكن بالتأكيد مثل هذه الملتقيات تساهم في تطوير أطباء الطوارئ والمهتمين بهذا المجال. يعطيك العافية مراسلنا محمد الحمادي، كنت معنا من الدمام. شكرا محمد.